عبر الهاتف ينضم إلينا اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء كل عام وحضرتك بخير. بداية إذا بماذا تعقب في العيد 68 للشرطة المصرية؟ وحضرتك والسادة المشاهدين جميعا بالصحة والسلامة، وأنا أولا بحيي هذه الشرطة وأحيي مصر كلها بهذا اليوم المفروض أن يفتخر به كل من يعمل في جهاز الشرطة، وإن الاستمرار في العطاء من سنة 51 52 لحد دلوقتي يعني نموذج يختزى به. ده أكبر شرطة على مر هذه الأعوام حتى اليوم، يعني ما قدمه وكاله الشرطة في سنة 52 في يناير 52 في يعني مواجهة المستعمر أو مواجهة الاحتلال البريطاني، عندما يعني ظن المستعمر البريطاني أو قوات الحماية البريطانية اللي موجودة في القناة إن رجال الشرطة بتساعد المقاومة الشعبية، لأن كان شكلت فرق من المقاومة الشعبية عشان تقاوم احتلال البريطاني. نعم. طردوا من مصر او طلب الجلاء رجال الشرطه يعني هي اللي كانت موجوده هناك. المنطقه دي ما كانش فيها قوات مسلحه بحكم يعني معاهده 36، فاعتقدوا ان رجال الشرطه هم اللي بيقوموا بهذه الاعمال. فاتحاصر معسكر اسماعيليه، وهنا كان عباره عن 800 رجل شرطه باسلحه بسيطه في مواجهه 7500 يعني كنت بريطاني بأسلحة ثقيلة. استمر مقاومة رجال الشرطة لهؤلاء المستعمرون إلى أن نفذت ذخيرتهم بالكامل. نعم. وتوفى منهم أكثر من 50 واحد وجرح من جرح، ولم يستسلموا إلا بنفاذ الذخيرة بتاعتهم بالكامل. لما نفذ الذخيرة يعني اضطروا طبعا للاستسلام، الامر الذي جعل فعلا زي ما حضرتك بتقول قائد القوى البريطانيه ان هو يؤدي التحيه للاستسلام ويؤدي التحيه للنقيب مصطفى رفعت اللي كان بيقود هذه الموقعه. احنا لحد النهارده الشرطه بتقدم حاجه صحيح. هو من الشجاعه والبطوله في مواجهه الانجليز وفي مواجهه الاحتلال لشجاعه وبطولات اخرى في مواجهه الارهاب والمعركه ضد الارهاب. صحيح. وحتى الان يسقط شهداء من الشرطه دائما، ونسلط الضوء طبعا على هذا وعلى حتى اسر هؤلاء الشهداء. بماذا ايضا تعقب على هذا؟ تفضل حضرتك. طبعا هو احتفال مصر واحتفال الدوله المصريه ومؤسساتها، احتفال الشعب المصري، تقدير الشعب المصري لهذه البطولات من سنه 52 الى الان، هو ده اللي بيستلهم منه فعلا روح الاقتتال وروح التضحيه والفداء حتى اليوم، مش بس في الشرطه وفي الشعب المصري وقوات المسلحه كلنا. احنا بنحترم وبنقدر وبنحيي وبنجل من يدافع عن هذا الوطن وعن هذا الكيان. والنتيجه ايه؟ النتيجه ان مصر هي الدوله الوحيده كانت قادره على الصمود في مواجهه هذه التحديات ومواجهه هذه المخططات اللي بتتواجه ثقافه الدوله المصريه. نعم سياده اللواء، فقط يعني اعتذر عن المقاطعه، ولكن لابد ان انوه الى هذا الخبر العاجل. هو تصريح من السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه بانه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيجتمع مع اعضاء المجلس الاعلى للشرطه ضمن مراسم الاحتفال بعيد الشرطه. اذا مشاهدينا الكرام، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه السفير بسام راضي السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة ضمن مراسم الاحتفال بعيد الشرطة الذي نتابع الآن اللقطات منه على الهواء مباشرة. أعود مرة أخرى لحضرتك سيادة اللواء. هو الحقيقة الاحتفال بعيد الشرطة في هذا اليوم هو تقليد مستمر من 52 حتى الآن، ولكن التقدير والاحترام وإكمال التضحيات والاحتفال بالشهداء ورعاية أسر الشهداء بهذا الأسلوب الراقي جدا فعلا يتميز به
نعم نعم سيادتي اللواء، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات، وبعتذر عن الصوت، ولكن جزيل الشكر لحضرتك اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية الأسبق.